بص كده معايا انا اهوت، لما نيجي نشوف الورقه اللي معانا ديت هتلاقيها متقسمه 3 اجزاء، كل جزء فيها مرسوم فيها قبه بشكل معين. تمام، لما اجي ابص مثلا على الجزء على الشمال ده اهو، هلاقي ان ديت قبه بسيطه. بص كده بعينيك كويس عليها، هلاقي الكيرف اللي طالع معايا طالع وبيلف لحد ما نزل الناحيه التانيه، مش كده؟ فالقبه اللي بالشكل ده الكيرف بتاعها بيلف كده بانسيابيه، تمام، وهو اللي يعتبر استراكشر اللي شايل، وهو هو اللي بيلف معايا، تمام. دي كده اسمها قبه بسيطه، اوكي. ده الاليفيجن بتاعها اهوت، وده ال 3D بتاعها، وهو مكتمل. في كتير من الكنايس اتعملت قبب بالشكل ده اهو، كتير من البيوت وغيره يعني. طيب ليه ما هبينك بقى الفرق بين ده وده؟ هنلاقي ان القبه الموجوده عندنا اهوت تعتبر قبه بقى متطوره او قبه مركبه، تمام كده يا شباب. طب ليه انا قلت قبه متطوره او مركبه؟ لو جيت بصيت هلاقي ان الجزء السفلي منها اهو جاي بانسيابيه، جايب كيرف، اما الجزء العلوي منها ده شكل الدوم بقى قبه، مش كده؟ فكان دوت شكل كروي قبه فوق الايه، فوق القبه اللي هي التانيه اللي هي دي، بس كان انا عملت فيها سيكشن وركبت فوقها قبه بكيرف جديد. بص كده بعينيك على ده وده، او بص هناك على العلم اللي تحت ديت واللي فوق ديت، هتحس بالاختلاف اللي بينهم. دي الاستراكشر هو بيلف معايا لحد الناحيه التانيه، ده لا، ده لو انا كملت الكيرف هلاقي ان لسه تمام في كمان ارتفاع هو موجود، وكان قبه متركبه فوق قبه، تمام كده يا شباب. فاصبح القبه الاولانيه ديت اسمها قبه بسيطه، تمام، والدوم الثاني دوت يعتبر هو دوت ايه، المركب، تمام. طيب الجزء الثالث بقى بالنسبه لي ده دوت هتلاقيها في الكتب قبه وتحتيها في حاجه كده معموله لك سترود ارتفاع، وبعد كده تحتيها في حاجه معموله بكيرف وكانها قبه بس مش مكتمله. طب ايه الفرق بين ده وده؟ المح كده بعينك، هتلاقي الفرق بين ده وده الجزء اللي هو في الوسط ده، اللي هو الشكل اللي هو موجود معايا، اللي ممكن يبقى اسطواني، ممكن يبقى مكعب، ممكن يبقى متمن، على حسب بقى الديزاين بتاعي، تمام. ده الفرق بين ده وده، يبقى ده اكثر تطورا كمان من ده، عشان كده دوت يعتبر النوع الثالث من القبب، تمام، اللي هي هتلاقيها في الكتب العربية اسمها قبة على رقبة، تمام، أو قبة على طبلة، تمام، دوم ويز ذا درام، يعني قبة على إيه؟ على شكل أشبه ما يكون بالطبلة. دوت اللي يعتبر القبة الإيه؟ المركبة، وده القبة البسيطة. يبقى المح بعينيك التلات أشكال من القباب، عشان هنلاقي في الفكر البيزنطي، تمام، أنواع كتير من القباب بأشكال مختلفة متركبة على في الكنيسة، تمام. فاعرف ازاي افرق بينهم، ده كده الشكل الابتدائي، ده الفكر الابتدائي طلع منه انواع قباب كتيره جدا، فلازم انا اعرف افرق بينهم من دلوقتي. طيب مطلوب مني هعمل ايه؟ هبدا ارسم مجموعه سكتشات زي ما انا كده حاططهم، ودي بدايه عشان احطك على الطريق. دور اكتر وشوف سكتشات اكتر عشان اشوف البلان شكله عامل ازاي، في السكشن شكله عامل ازاي، في 3 دي شكله عامل ازاي، تمام. هبص كده على الورقه اللي جايه، نفس التصنيفه موجوده معايا اهي، فين القبة اللي اعتبر على الطبلة اهي، هي القبة اللي هي محطوطة على حاجة شكلها كده طالع اكسترود، ممكن تتفتح فيها، تتفتح فيها ايه، فتحات شبابيك، وادي الاستراكشر طالع معايا من تحت، تمام كده اهوت، وادي الانحناء اللي هو جاي معايا بشكل كروي، تمام. وده ادي القبة ديت تعتبر اللي هي قبة مركبة، وديت ادي القبة البسيطة، تمام كده يا شباب. ودي سكتشات تانية غير السكتشات اللي فاتت، ودور معايا هتلاقي سكتشات كتيرة قوي في مستوى البلان، في مستوى 3D، وفي مستوى القطاع، وفي كل حاجة. هتبدأ ترسم لي بقى مجموعة سكتشات في 3 أعمدة، تمام، طبقا للتصنيف اللي حطيناها ديت. دي التصنيفة الابتدائية البروتوتايب اللي طلع منه أشكال قباب كتيرة قوي هنشوفها بعد كده، تمام كده يا شباب. يبقى ده الـ A4 بتاعي، ورقة واحدة بس A4، هبدأ أحط فيها القبة البسيطة على إيدي الشمال، وفي النص ديت قبة مركبة اللي هي متطورة شوية عن الأولانية، بعد كده الأخيرة ديت اللي هي قبة أكثر تطورا، تمام، بالاشكال الابتدائيه اللي انا حاططها ديت. ودور كده معايا وشوف افكار تانية مستحدثه، وابدا احطها لي في السكتش بتاعك. طبعا السكتش بتاعي مانيوال، الاي 4 بتاعنا اللي احنا هنسلمه هو اي 4 واحد بس بالتصنيف اللي انا حاطينها، وكلها مرسومه ايه، مانيوال. زود بقى عليها بقى لو في قطاعات، لو في مساقط افقيه، اشكال القوه بيها هتظهر معايا ازاي.